باب إخوان سيدنا أبو بكر قيل لما أسلم في أول يوم من إسلامه قيل أو في أول إسلامه أنه أسلم على يد أبي بكر الصديق 5 كلهم من 10 يا الله يا رب من بين 5 الذين أسلموا على يد من؟ متى أنت تكلمت عن الله وعن رسوله؟ من اهتدأ بك أنت حبيبي وأخي في الله أو بي أنا حبيبي وأخي في الله حتى أننا نجالس بعض من عندهم من التقصير ولا نذكرهم بالله رب العالمين؟ ربما من هم في بيوتنا ربما ننسوا أننا نذكرهم بالله، ربما تكون الزوجة لا تصلي أو تكون يا أحباب إخواني في الله الأم لا تصلي أو الجدة أو العمة أو الخالة أو الأخ، وربما الواحد منا يا أحبابي يعجز حتى عن دعوة يا أحباب إخواني في الله إخوانه من المقربين أحبابي وزوي رحمه يا أحبابي، مع أول بداية الدعوة نزلت يا أحبابي بقول مولانا وأنذر عشيرتك الأقربين يا أحبابي إخواني في الله، أول ما يصل إليه الخير يصل إلى أقربائك وأهلك. صلينا على سيدنا رسول